خالك وين راحت؟ قالت لي انه رايح على بيت خالي ابراهيم. خالك ابراهيم؟ ايه شو اخذت له معها؟ ما بعرف. علي لا تخبي علي، شو اخذت له معها؟ ما بعرف. عم تخبي صاير مثل امك. ماشي حسابي معك بعدين. علي قل لي حبيبي، هلا امك وين عم تخبي المصاري؟ بتعرف؟ لك قل لي اذا بتعرف، قل لي لجيب لك شغله كنت عم تحلم فيها وانا كنت واعدك فيها. قل لي علي حبيبي وين عم تخبيه؟ رو من وشي ولا رو من وشي؟ شرفتي حضرتك؟ والله هذا السؤال بينسأل إلك. أنا اللي بسأل، أنا الرجال هون، فهمتي؟ يا ريتك رجال من حقه حقيقي مشان ما أسألك. ماشي ولا ما رح أحكي شي معك، بس نرجع نتفاهم. بس لقلك شغلة يا مهذبة، المرة اللي بتحترم حالها ما بترجع على بيتها بعد الساعة 9، فهمتي ولا؟ تضرب هالعيش اللي عايشينه. لا تزعل امي. شبك ضربك شي؟ لا بس نكش الخزان يمكن اخذ المصاري. شبك معه؟ ليش طالع بهالليل؟ حسون شو عمل لك شيء؟ فوت بنحكي جوا. ما عاد قدرت اتحمل اكثر من هيك. هذا الرجال ما بفوت على البيت الا مشان يحط راسه وينام او ياخذ مصاري ويمشي. قضيت هالعمر انا وياه ما قعدنا فيه ساعه واحده مثل العالم والخلق، ولا خلالي فرنك واحد اتصرف فيه بهالبيت. طولي بالك اختي، كلياتنا عم نضغط عليكي. لك اخ اخ ما حد عم يفهمني. ليش ما حد عم يفهمك اختي؟ ولا معك حق، اصلا ما بصير تضلي تفني عمرك مشان تصرفي على جوزك وعلى اخوك. هيك ابراهيم بدك تخليني اندم لاني عم اشتكي لك؟ انت شو لك علاقه؟ بعدين انت اخي. لك انت مو اخي، لك انت ابني، انت بغلاوة علي. طيب اهدي اختي، اهدي اهدي وخلينا نفكر بحل. ما في غير حل واحد، اتطلق.